أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم شادي والناس حلقة النهاردة كالعادة بتتكون من فقرتين ولكن سيبوا الفقرة التانية لبعدين مش عايز أتكلم فيها دلوقتي نتكلم بقى في الفقرة الأولى كده النهاردة معانا مجموعة من الأخبار أقل ما ويقال عنها في رأي المتواضع أنها أخبار دسمة واسمحوا لي برضو ما أخبار أقول مواضيع أنتوا عارفين ما بناخدش الخبر كخبر في حد ذاته بناخده كموضوع بنحاول نحلله وبنحاول نوصل للجذور بتاعته عشان نحله لو كان مشكلة ونقتدي به لو كان مثل كويس معايا النهاردة بصراحة مثال غاية في الروعة والإحترام وهبدأ حلقتي النهاردة بخبر كويس عشان في حبايبي كتير جدا كلموني يا عم أخبارك كلها غم يا عم والنبي غير شوي فالنهاردة ببدأ معاكم يا جماعة بحاجة جميلة جدا ومضيئة وهي وقعة أو حاجة جميلة جدا حصلت في جامعة طنطا كلية التربية في قسم رياض الأطفال سنة تانية الطالبات فوجئهم إن جالهم سؤال في الامتحان في سابقة لم تحدث من قبل في أي مكان في مصر كلها ويمكن في العالم كمان جايلها لها فندم سؤال هو أربع أسئلة الامتحان كل سؤال من 30 درجة فالسؤال الرابع يعني ربع الامتحان ب 30 درجة بحالهم بيقول لها اكتبي سؤال كنت تتوقعين وجوده في الامتحان ولم تجديه اكتبيه وجاوبي عنه فيما لا يقل عن صفحة يعني من الآخر الأستاذ الدكتور المحترم الأستاذ الدكتور الإنسان اللي حاطط السؤال ده حطه علشان بناته ينجحوا شوفوا الكلمة بناته ما هو هنا يا جماعة ما تعملش إنه هو أستاذ جامعة فقط لغير ومسك مدفع بيصوبه على الطلبة أو الطالبات لأ تعامل هنا على إنه هو أب تعامل هنا على هو انسان تعامل هنا باحترام مع الظروف شوفوا الجماعه ايه بقول مع الظروف اللي البلد بتعدي بيها في كورونا في عدم انتظام شويه في الحضور ممكن في طالبات لها ظروف ما حضرتش الكورونا العيا المرض ال 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 الراجل يا جماعه خد قرار جريء جدا وعمل حركه كان ممكن يلام عليها لكن هذا الرجل المحترم انا اتشرف النهارده ان هو يكون موجود معانا على الهواء باذن الله وهو الاستاذ الدكتور مصطفى صادق استاذ بكلية التربية ورئيس قسم رياض الأطفال هذا الأستاذ المحترم أتشرف بوجوده مع البرنامج إزاي حضرتك يا أستاذ الدكتور إزاي فندم أهلا وسهلا مساء الخير وأهلا بسيادتك وبالسادة المشاهدين إزاي معاليك يا فندم أخبار حضرتك إيه الحمد لله يا فندم اولا اسمح لي حضرتك اوجه لك التحيه بالامانه على الحركه الجريئه دي مش هقول السؤال حركه جريئه حضرتك لم تقف من اي لومه لائم وكتبت حاجه يعني بتدلع بيها البنات السؤال هنا بقى الفكره دي جات لحضرتك ازاي اولا لا شكر على واجب لان دول ولادنا ويفترض ان احنا لازم نراعي ظروفهم وظروف الحاله اللي بتمر بيها البلاد أه أستاذ الجامعة طبعًا أنا بشتغل في الجامعة بقالي 37 سنة. آآآ أه قبل ما يكون أستاذ الجامعة آآآ أه ده فكرة إنك تبقى أستاذ جامعة ده شيء سهل. لكن إنك تكون مع طلابك إنسان هو ده الشيء الصعب. تمام يا أه فندم. المبادرة كانت إزاي نتعامل إحنا كأستاذ جامعة بمهنية وإنسانية ونكون مدركين لمعاناة المعاناة اللي بيعانيها أهل بلدنا وناسنا وطلابنا مع ظروف الكورونا الواجب بيحتم علينا إحنا كأساس الجامعة إن يكون مدركين وواعيين لكل اللي بيحيط بالطلبة والأهالي من ضغوط ومشكلات في ظل الظروف الصحية اللي بتمر بها البلاد وباء كورونا والكوفيد 19 من جهة والحاله الاقتصاديه للبلد من جهه ثانيه. مظبوط طبعا أه لا يخفى على على المجتمع ان احنا ولادنا السنتين دول اتاثروا بموضوع كوفيد 19 وفي طلبه كتير ما جاتش حضرت الكليه. أه احنا اضطرينا ان احنا الدراسه اتاثرت في معظم الجامعات المصريه وده فرض علينا كاعضاء تدريس ان احنا نراعي ظروف الطلاب في في صعوبه تحصيلهم للماده الدراسيه. تمام يا فندم. وطبعا الاجراءات الاحترازيه اللي الطلبه اتحطوا فيها خلت كثير منهم ما يحضرش للاسف للدراسه بالكليه او بالجامعات. ممكن يكون الطالب ذاكر بعض الفصول الدراسيه وللاسف ما جيش منها اي اسئله في الامتحان. الفكره جت او المبادره جت ان احنا ازاي نحط فكره اسال اسال انت وجاوب. تمام؟ او انت مذاكر ايه وما جاش في الامتحان. تمام طبعا الاسئله الحقيقه اتحطت عشان تراعي وتفرق ما بين الطالب اللي مذاكر والطالب اللي مش مذاكر. الطالب اللي مذاكر هينجح وهجيب تقديرات هجيب امتياز او جيد جدا والطالب اللي ذاكر حاجه وفوجئ انها مش موجوده في الامتحان ادينا له فرصه في السنه دي ان هو يخش يفكر ويحط يلاقي قدامه فرصه بتقول له انت مذاكر ايه وما جاش في الامتحان بجد يا دكتور يعني بصراحه مجاوب الاجابه عليه بس يكون من المنعك وصفحه كامله بصراحه يا فندم مبادره عليه م... 30 30 من 30 الدرجه النهائيه في السؤال بالظبط يا فندم والله يا فندم مبادره رائعه جدا وفعلا انا حتى حضرتك يعني جاوبتني ضمنيا عن سؤال تاني كنت عايز اساله لمعاليك حضرتك وضعت ده هو تاصيلا لقيم ايه فطبعا واضح ان حضرتك يعني جاوبتني ان حضرتك اب ان حضرتك انسان انا بقى اسمح لي اقول حضرتك راجل محترم بجد اكثر الله من امثالك ربنا يبارك وفعلا ربنا يبارك في حضرتك يا فندم وفعلا يا رب يبقى كل اساتذتنا تبقى حضرتك يعني يبقى صوره طبق الاصل من حضرتك اشكرك جدا يا فندم على المداخله الرائعه دي الف شكر يا فندم حاجه صغيره بس عايز اقولها اتفضل ان احنا كان في قاعده عندنا زمان بتقول الناس قول دارج يوم الامتحان يكرم الطالب او يهان بالظبط لا احنا عايزين نلغي المقوله دي ونقول يوم الامتحان يكرم الطالب ولا يهان ونسمح له كمان بوضع سؤال في الامتحان تحياتي يا فندم تحياتي <تحيات يا فندم والله تحياتي جدا يعني شاكر افضل عليك يا فندم شكرا جزيلا الجامعة فيها فيها في رب شكرا ربنا يخليك الف شكر يا فندم شكرا يا فندم شكرا الخبر التاني بقى يا جماعه معانا او الموضوع التاني الموضوع اللي احنا بقالنا شهرين ماسكين ومنزهقش عشان نلاقي حل في الاخر معانا موضوع الكابتن عصام جميل عشان ما ضيعش وقتكم كده بسرعه، الكابتن الجميل المحترم اللي جاب لمصر 46 ميداليه بطوله جمهوريه في متحدي الاعاقه العاب القوى وخد شقه ما هياش على قد المستوى محتاجه تجهيزات ما فيهاش ولا عفش ولا كهرباء ولا ولا اي حاجه ولا شبابيك ولا ابواب ولا اي حاجه والدنيا معاه بصوا يا جماعه مقفله وما قبضش بقاله ثلاث شهور وكان في عقد المفروض يفعل مع مركز الشباب والرياضه لم يفعل حتى هذا الوقت ولكن اخيرا بعد ما لومنا كتير جدا على وزاره الشباب والرياضه ان هم ما بيردوش علينا ما بيشوفوش حتى الرسائل اللي موجوده على الماسنجر بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه والاستاذ الدكتور المحترم احمد الوكيل وكيل وزاره الشباب والرياضه بالغربيه بدانا نحل المشكله بفضل الله ممكن اعرف من الاستاذ احمد الوكيل معايا على الهواء ممكن اعرف منه ازاي بدانا نحل المشكله طيب التليفون فصل طيب مفيش مشكلة يا فندم هو كان معانا الخط والخط فصل طيب لما تجيبوه يا جماعة نرجع تاني للموضوع مفيش مشكلة النقطة بقى التالتة يا فندم بقى اللي عايز أتكلم فيها النهاردة موضوع الطفلة اللي تم التحرش بيها في المعادي أرجوكم رجع لنا تاني يا فندم معانا أيوة اتفضل يا أستاذ أحمد أيوة يا فندم معاك إزاي ما يا فندم أخبار حضرتك إيه؟ طبعا نبيك يا فندم مساء الخير قبل اي شيء احب اشكر حضرتك لانك بصراحه من يوم ما تواصلنا مع حضرتك شخصيا وانت حللت لنا مثلا مشكله استاذ علاء قبل كده ابو طالب والنهارده عصام الجميل بدات تحل فيها فعلا انا بشكر حضرتك كمسؤول فعلا بيحاول يحل مشاكل الناس شكرا ليكوا يا فندم ده واجب علينا ربنا يخليك يا فندم أستاذ مالك يا فندم بدانا نحل مشكله عصام الجميل ازاي بعد اذن حضرتك والله يعتبر اتحلت مش لسه هتتحل طب تمام يا فندم عملنا ايه؟ الحمد لله يعني بالامس بالتحديد تم توقيع العقد وتم تحويل المبلغ المخصص للسيد عصام الى مركز الشباب كفر دائما المختص في بلده تمام والحمد لله يعتبر باثر رجعي باذن الله هيتم الحصول على مستحقاته الماليه الماضيه تمام يا فندم طبعا ده خبر سعيد جدا بس هطلب من حضرتك طلب يعني معلش والله مش رخامه من البرنامج ولا حاجه ولكن صح. ارجو ان حضرتك ده يكون يعني على ما نقدر بسرعه وانا عارف ان حضرتك راجل انسان في المقام الاول فنحاول يكون ده بسرعه يعني اكون شكل شاكر لمعاليك يا فندم لا يا فندم حضرتك تعلم تماما ان احنا كقطاع الشباب والرياضه لم نتوانى لحظه واحده تمام يا فندم ده مظبوط بصراحه الله اليوم اليوم الموافق منتصف الشهر ان شاء الله باذن الله على يوم 24 بكثير جدا على صرف المرتبات سيكون حاصل على ثلاثة أشهر واحد واثنين وثلاثة إن شاء الله ألف شكر يا فندم ما تحرمش من ذوق عليك ودايما على التواصل في كل خير بإذن الله الشكر ليك يا فندم شكرا شكر يا فندم فضل فضل. الموضوع التالت يا جماعه اللي معانا النهارده موضوع الطفله التي تم التحرش بها في المعادي ارجوكم كلكم عارفين الموضوع بس لو سمحتوا اسمحوا لي اطرحه من ثلاث وجهات نظر مختلفه او اربع وجهات نظر مختلفه اول مجموعه يا فندم للاسف عملوا اكتر من 100 كومنت على احد البوستات اللي كانت خاصه بهذا الموضوع للاسف قالوا كلام لا يعقل قالوا ايه بقى قالوا ان البنت كانت عارفه اللي بيحصل وكانت موافقه والدليل على ذلك انها ما صرختش ما صوتتش ولما الست فتحت الباب طلعت تجري من غير ما تعيط ولا تفتح بقها بكلمه انا مش هاوحكم انا هفرض ان البنت فعلا كانت عارفه بس عارفين يا فندم البنت لو كانت عارفه ان ده فعلا بيحصل وفهماه وراضيه بيه علشان خاطر لقمه العيش استاذنكم المجتمع باكمله وانا اولكم نروح ندفن أنفسنا أحياء لو وصل الأمر ببنت عندها في بعض الأقاويل ستة في بعض الأقاويل تمانية من ستة أو تمان سنين تعرف الكلام ده وتوافق بيه وراضية بيه سواء بقى عشان لقمة عيش ولا مش لقمة تعيش أولى بنا بدل ما ننظر على الفيس وعلى الصفحات واللي بيحصل ده الأولى بنا أن ندفن أنفسنا أحياء كمجتمع ككل بقى لا أستثني أحد وأنا أولكم المجموعه الثانيه يا فندم علقت بتقول هي الست اللي كانت جوه المحترمه اللي انا عرفت اسمها واتشرف ان انا اقوله الاستاذه المحترمه الدكتوره انجي اسامه هي كانت عارفه من انه هيتحرش بالبنت لا يا فندم لو حضرتك شفت الفيديو واخد البنت على جنب ده على اساس حضرتك كان بيقول لها كلمه في ولا كان بيديها 10 جنيه جدعانه ولا ايه بالظبط يعني ايه داخلين في الزخانيق اللي جوه ليه ما نتكلم المجموعه الثالثه يا فندم بتقول لك يا جماعه الستر ستر ايه يا فندم الستر ده يا فندم لما واحد يكون بيستر على نفسه لا الله بيشرب خمره مثلا لكنه في الستر في الدره فربنا بيستره لا يجاهر. واحد تاني يا فندم مدمن مخدرات ولا يجاهر، واحد تالت مديون ولا يجاهر، لا يشتكي حاله لطوب الارض فربنا بيستر عليه. لكن يا فندم اتحرش بطفله وتقولي لي ستر يا فندم ده اسمه تستر. لو معاليك دي كانت بنتك ولا اختك ولا زوجتك ولا اي حد ولا طفلتك الصغيره كنت هتقبل؟ وكنت هتقول ستر؟ ولا كنت هتقول ايه بالظبط؟ المجموعه يا فندم الرابعه بتستغربها بتقول هي الداخليه دخلت دخله جامده قوي أوي قوي أوي وصوروا فيلم وعملوا قصه وبتاع يا فندم الداخليه اللي عملته ده الصح ده رد الاعتبار الحقيقي للطفله وللمجتمع وده رد وده لازم يكون الرد الطبيعي مع اي واحد بيعمل الكلام ده لو جالك يا فندم اللي بيتريقوا بيقولوا اصله مش ارهابي يا فندم انا اسف يعني لو معاليك يا فندم مع احترامي جالك واحد ارهابي وحط الطبنجة على راسك وقال لك اقتلك وانا اسف في الكلمه اللي اقولها ولا اختصب زوجتك ولا بناتك هتقول له يعني انت عندك الارهابي اقل وطأة لو قتلك منه يمس عرضك فاللي احنا فيه ده اسوا من الارهاب مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد عايز يحرف الحقائق او عايز يطلع من الموضوع موضوع تاني غير مفهوم بعد كده يا فندم معانا من ضمن المواضيع بتاعتنا اللي احنا برضو مش هنسيبها ان شاء الله غير لما نوصل فيها الحل الهاشتاج بتاع محمود صلاح ومحمود صلاح الشاب الجميل اللي كان بيشتغل مكافح 26 سنة احد الادوات الثقيلة زي الروافع الثقيلة زي الونش يعني بيسموها اظن الفور كلارك او الكلارك حاجه زي كده فده ضغط على ظهره لانه كان منحني بيأدي حاجه معينه ضغط على ظهره ضغطه بسيطه لكن كسر له العمود الفقري وجاب له شلل نصفي الشركه عالجته عن طريق ان هي دخلته عمل عمليه ثم ست شهور علاج في احد مراكز العلاج الطبيعي ثم روحوه البيت ومحدش كلمه بعدها لما عرفوا ان هو هيعمل قضيه وعمل معانا مداخلات وبتاع قالوا لك فلوس على البيت شهريه يعني عشان يسكتوه انا اسف في الكلمه ال 4000 اللي هيبعتهم له تحديدا بالرقم ما بيكفوش العلاج بتاعه محمود باشا انا قلت لك ان احنا هنكلمك النهارده معانا محمود يا فندم طيب عامه لما يجي يا جماعه محمود انا يعني اللي انا عايز اقوله بس يعني ان ما ينفعش ان شاب بكل هدوء يعني يفقد نقول يعني نصف قوته مش هقول كل قوته وبعدين الشركه تقول لك اصل هو خطا شخصي او مش خطا شخصي او اي كلام من ده انا ما احترامي الكلام ده انا ما ما بيه على ما يجيبوا لنا يا جماعه محمود صلاح على التليفون الخبر اللي بعده عندي او الواقعه اللي انا بعتبرها برضو نقطه مضيئه النهارده بقولها لحضراتكم عندنا طالب تم دخوله اللي آه سوري ط طالب تم ده. طيب معانا يا جماعه استاذ محمود استاذ محمود اهلا عليكم ايه الاخبار يا حبيبي طمني طم اخر الاخبار عندك ايه؟ والله يا الحمد لله كويس طيب طمني طم الشركه عملت معاك ايه او نظام العلاج بتاعك رحتوا فين او جيتوا منين الدنيا ماشيه ازاي؟ والله يا دكتور صادق انا الشركه تفصلت معايا من اربع وباعت لي 4000 جنيه. ودول انا عرفت ان هو بيكفوش طبعا اي حاجه تخص علاج حضرتك. ولا وانا اصلا ال 4000 جنيه اللي بعتهم اصلا ولا يكفوا اي حاجه في العلاج. تمام يا فندم تمام طب دلوقتي حضرتك ما فيش اي تطورات عن كده يعني. لا ما فيش والله العظيم انا تفصلوا معايا دكتور هشام مدير الجامعه طنطا. ايوه. اه وفي موسمية تانية توالي في الامر يعني في ايوه يا فندم وتواصل بمديرية ال- مديرية الصحة يا فندم بالغربية وعايزين يعالجوا حضرتك عن نفقة الدولة الكلام ده مظبوط بس اللي احنا هنحاول نسعى فيه مع حضرتك ان شاء الله وتحديدا الاستاذة سامية النجار عشان ما بحبش اخد مجهود حد ونسيبه لنفسي بصراحه الشغل كله بتاعها هي متابعه مع أيوة. حضرتك عشان نحاول نجيب لحضرتك علاج على نفقه الدوله بس في احد المراكز المتخصصه في القاهره لان ما فيش مراكز متخصصه بنفس قوه القاهره في الغربيه وده طبيعي العاصمه دايما بتبقى اقوى ده مش عيب عند الغربيه أيوة ولا حاجه بس دايما بتبقى العاصمه اقوى يعني اكيد طبعا أيوة. تمام يا فندم خلاص يا استاذ محمود هنتابع مع حضرتك ان شاء الله من غير مقاطعه الحوار ده وبرضه استاذن معاليك احنا هنتناقش سويا بقى بره الهوا انا وحضرتك هل تحب يكون معاك محامي يرفع قضايا على الشركه ولا الدنيا تمشي ازاي انت اللي هتقول اكيد مش احنا هنحاول بس نفتح لك ابواب انك تستحق يعني او تسترد حقك وربنا يا رب ييسر الحال آه بعد كده يا جماعه عندي الموضوع اللي بعده موضوع بصراحه مضيق في طالب في سنه تانية اعدادي راح يمتحن الامتحانات اللي فاتت ديت وهو لابس بنطلون مقطع وشكله غير تربوي وغير اخلاقي بالمره مدير المدرسه ما خافش نداله تعالى يا ابني انت حبيبي ساكن فين لقى بيته قريب من المدرسه قال له احنا دلوقتي في وقت الاجراءات الاحترازيه معانا وقت كفايه روح البيت يا ابني غير البنطلون وتعال مدير المدرسه ما خافش مدير المدرسه ما خافش هي مدرسه الشهيد العميد احمد محمد السيد ابراهيم وللاسف اسمه مدير المدرسه انا اسف جدا ما توصلتش بعدها يا فندم على طول سعادتك وكيل المديريه وهي مديريه الجيزه الاستاذ مجدي الجيار صرح ان هذا الموضوع بالفعل حصل وان هم كانوا واقفوا في صف الطالب بمعنى مفيش منع دخول الامتحان ولا حاجه انت هتخش الامتحان بس تخش بشكل لائق ولو كنت اتاخرت شويتين كنا هنزود لك الوقت ده في الاخر يا جماعه هي دي الايدي الجامده الايدي غير المرتعشه الايدي غير المرتعشه مشكلتنا يا جماعه ان اي حد بيبقى في مكانه ايده مرتعشه بيلخبط الدنيا ادي يا جماعه مثال القيادات المحترمه ادي مثال يا جماعه مدير المدرسه اللي المفروض يكون مدير بجد ده عشان ما اطولش على حضراتكم في هذا الموضوع بعد كده يا فندم بقى هنخش على الموضوع اللي بعده ده موضوع بقى محتاج من حضراتكم تركزوا معايا شويتين زي ما وعدتكم الحلقه اللي فاتت هجيب لكم اخبار المره دي عن الكرة عشان ناس كتيره جدا كلموني ما بتتكلمش في الرياضه وكره القدم بالذات ليه معايا النهارده يا فندم مجموعه اخبار الاول من جوه الاتحاد المصري لكره القدم من مصدر موثوق بيه جدا مش هقدر اقول اسمه لان انا بحترمه ووعدته إن مش هقول اسمه في الوقت الراهن ولكن خدت منه وعد ان احنا ممكن نتكلم بعدين ونقول اسمه بعدين لكن يا جماعه تحاسبوني امتى تحاسبوني لو الكلام اللي انا بقوله ده غلط الكلام اللي انا بقوله النهارده مع احترامي ما تقالش في اي برنامج تاني بهذا الشكل وبهذا الطرح وبهذا العرض فركزوا معايا كده واحده واحده عشان هتكلم معاكم النهارده في ثلاث مشكلات مشكله المساحات اللي بتتاخد للعيبه ومشكله الفار وحكايته ايه بالظبط وخلي بالكم انا زملكاوي وكنت بقول ان الفار اتلغى عشان خاطر الاهلي طلع الكلام مش كده خالص هتعرفوا حالا والحاجه الثالثه يا جماعه اتهام اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الكره دلوقتي انها لجنه احاديه فقط لا غير نبدا بقى واحده واحده كده بقى وركزوا معايا موضوع المساحات يا فندم بكل بساطه المفروض نلغي المساحات عشان احنا بنضحك على بعض عارفين ليه يا فندم المسحه بتتم قبل الماتش بيومين للاعيب بتقول مثلا ما عندوش كورونا مثلا اللعيب ده يا فندم مش قاعد في بيتهم حضرتك ولا قاعد في فقاعه زي ما بيسموها في دول الخليج اللي هو قاعد لوحده معزول طبيا يعني لا خالص يا فندم ده لو لعيب ظروفه الماديه مش عاليه يركب ميكروباص هيركب تاكسي لو ظروف يا فندم ظروفه الماديه كويسه بيركب عربيته وبيخرج هنا وبيتفسح هنا مفيش حد قاعد في بيتهم يعني عشان متحكش على بعضنا الا من رحم ربي يبقى اذا يا فندم دلوقتي المسحه اللي انا بعملها مفيش فيش معاها فقاعه يبقى اذا المسحه زي قلتها ممكن يوم الاربع عمل المسحه وطلعت سليمه وزي الفل وهيلعب يوم الجمعه او السبت ويوم الجمعه يكون حضرتك خد كورونا وكل سنه وانت طيب زمايله كلهم كده بكل بساطه بس عشان نبقى بقى يا جماعه نبطل دماغنا في عايزين نتكلم صح موضوع المساحات يا فندم مشكلته بدأت إزاي؟ ركزوا معايا أرجوكم في لايحة اسمها لايحة الأندية، لايحة الأندية، اللايحة دي يا فندم بتقول أو أنا آسف منشور الأندية، منشور الأندية أو منشور المسابقة، أنا آسف عايز أقول اللفظ بالظبط، منشور المسابقة بتاع سنة 2021 بيقول إن الأندية هي المسؤولة تمامًا، شوفوا يا جماعة الأندية هي المسؤولة تمامًا أن تعمل مساحات للاعبيها، يا خبر أبيض الأندية مش الوزارة يعني جت سعادتك الأندية بعدها حضرتك طلبت وزارة الشباب الحقينا يا وزارة الشباب ادفع انت فلوس المساحات وزارة الشباب أنا أسف في اللفظ اللي أقوله فتحت صدرها عملت فيها عن طرب شداد وافقت اللي حصل يا فندم ان اتدفع 45 مليون جنيه مساحات وحتى الان بقى عشان المعلومه دي عايز اتاكد منها هل من الوزاره هل من الاتحاد الله اعلم بس هي من الاتحاد هي من الاتحاد وحتى الان شوف اتدفع 45 مليون وناقص 45 مليون زيهم لسه ما اتدفعوش يجي بقى الاتحاد يتكلم وزاره الشباب يقول لها والنبي ادينا الفلوس الوزاره ودن من طين ودن من عجين ما تردش مفيش رد ولا قالوا اه ولا لا ولا كان جالهم رساله الخطوه اللي بعدها يا فندم خطب الوزاره برده قلنا طب بقول يا وزاره ما تيجي نعمل حاجه احسن من مساحات نجيب الفاكسين ده اللي هو بيطعم بيه الناس او بياخدوه كمصل يعني ونطعم بيه الناس بتوعنا كلهم اللعيبه بقى والاداريين والمدربين المنظومه كلها من اول دوري الممتاز لدوري الدرجه الرابعه ويبقى كله زي الفل و100 وخلاص بقى ونخلص من الحوار ده بقى وبتاع الوزاره لتاني مره ما تردش تخيل برضو ولا اه ولا لا ولا حاجه خالص ولا جابت سيره عن الموضوع كان الوزاره من بنها بعد كده يا فندم بكل بساطه في حد ممكن يقول لي قال لا بس الكورونا ظروفها وبتاع لا يا فندم طب اقول لكم حاجه سيبكوا بقى من من المنشور بتاع المسابقه اصلا يا فندم اللائحه الدوليه اللي معترف بها في مصر وفي الفيفا على مستوى العالم كله في كل الدنيا يعني بيقول لك النادي هو المسؤول مسؤوليه تامه عن ايه صحه لاعبيه. الدليل على ذلك يا فندم لما حضرتك بتلاقي لعيب بيجي مثلا رباط صليبي ولا بتحصل له مشكله ولا بتاع، ايه اللي بيحصل يا فندم؟ ايه اللي بيحصل؟ النادي بيبعته المانيا لو كان النادي غني، مش غني هيوديه احد المراكز المتخصصه في القاهره. خلص الكلام، يعني اذا النادي هو المسؤول، ايه اللي حصل بقى؟ عشان نقول الكلام ده وليه وزاره الشباب والرياضه تصدر نفسها في الموضوع انا مش فاهم بصراحه ما علينا بعد كده يا فندم موضوع الفار بكل بساطه شويه انا بعيد الكلام تاني انا زملكاوي ولكن الحق يقال الموضوع بقى ولا زمالك ولا اهلي احنا شخصيا كزملكاوي وانا معترف كنا بنقول ان الفار ده اتلغى عشان الاهلي وما اعرفش ايه وبتاع والكلام اللي احنا بنصبر بيه نفسنا كزملكاويه يعني ماشي لا بصوا يا جماعه مشكله الفار يا جماعه بكل بساطه ان الفار ده له قصه عشان يتم استخدامه ركزوا في الكلام ده مع حضراتكم اظن مس... اظن ما سمعتوش قبل كده تمام بصوا يا فندم الفرد عشان يتم اتفقوا مع شركه في 13 شركه على مستوى العالم الفيفا معترف الفيفا معترف بيهم اتعاقد يا اتحاد مصري ما و... انت او اي اتحاد اتعاقد مع شركه من 13 دول احنا موافقين يا يعني. عم احد الشركات دي اللي المصري لجأت اليها شركه برو ميديا ودي شركه او انا اسف ميديا برو عايز اجيب لكم بس الاسم بالظبط ميديا برو ميديا برو في ميديا برو ديت حضرتك شركه اسبانيه تمام قالوا لهم تعالوا يا جماعه نعمل موضوع الفار موضوع الفار ده يا جماعه عشان يتم لازم يتم تدريب الحكام عليه عشان الحكم ياخد اسمها رخصه تحكيم فار حكم فار الرخص دي يا فندم بياخدها ازاي بيتدرب لمده ست شهور على ايدي حكام او ايدي متخصصين معتمدين اللي حصل عندنا يا فندم انا اسف من اللجنه الخماسيه اللي مشيت ايه هم عايزين يدخلوا الفار اكيد بقى عشان تحسب لهم وحقهم يا سيدي بس يدخلوها صح ما يقومش سعادتك جايب حكام غير معتمدين ولا فيفا ولا كف وانا مسؤول عن كلامي حضرتك يا فندم يجيبوه ماشي يا فندم يجيبوا تاني يجيبوه حضرتك تخيل انت قاعد في الدكه جنب اخوك التلميذ تلاقي التلميذ ده قام يدرس لك هو كده فحضرتك جابوا يا فندم حكام غير معتمدين يا فندم وقال لك هم معتمدين كده وخلاص طب يا عم هم خدوا ست شهور تدريب اللي هم الكبار دول لا طب اعتمد ازاي هو كده طب دربوا يا فندم الحكام ازاي اللي هم بيدربوهم شهر واحد بس فقط لا غير ادي اول مشكله تاني مشكلة يا فندم المفروض التعاقد ده كان يجيب لك أربع عربيات جداد عشان يبقى الفار بقى يبقى فيه تعامل ومش عارف إيه وبتاع وكل عربية عليها خمسة سيرفر فوجئنا إن جه اتنين عربية جديدة اتنين عربية قديمة وكل عربية عليها واحد سيرفر بس شكرا مرسي خلص الموضوع جت اللجنة الثلاثية تمسك لقيت واحدة كده بتقول لهم السلام عليكم وعليكم السلام والنبي هتقول لنا 5 مليون جنيه عندكم إيه يا جماعة ال 5 مليون دي بتاعت إيه؟ ده دي سعادتك المستحقات بتاعت الفار طب يا فندم هاتوا العقد ركزوا هاتوا العقد بقى عشان نقارن ونشوف لكم حق ولا مالكمش حق انا برضه عايزين نعرف يعني لا يا فندم مفيش عقد يعني ايه مفيش عقد يعني ايه يا عزبه يعني ايه مفيش عقد اه يا فندم مفيش عقد طب ليه مفيش عقد جم يشوفوا بقى مفيش عقد ليه اتاري اللجنه الخمسيه ما مضتش عقد عشان لقوا ان الحاجات اللي جت مش كامله طب الحاجات اللي جت مش كامله حضرتك استلمتها ليه واشتغلت بيها ليه ودفعت مقدمات او مش مقدمات ليه وتخيلوا يا فندم بقول لكم مفيش عقد ما فيش عقد حضراتكم ما فيش عقد الحسنه الوحيده في الموضوع عشان ندي برضو لكل واحد حقه ان في حاجه يا فندم كان اسمها خطاب ضمان خطاب الضمان ده ب 350 الف دولار ممكن يتم تسييره في اي وقت لو حصل ان مشكله في التعاقد او الشركه اثرت او كلام من ده او بتاع بالاضافه بقى كمان يا فندم لكده حاجه ظريفه جدا اكيد انا في رايي الشخص المتواضع ان الاجهزه المحاسبيه والسياديه اكيد هتبص عليها بصه برضو فجاه كده اذ فجاه الاتحاد المصري بيتعاقد مع شركه ميديا برو الاسبانيه فوجئوا كده في النص ان في شركه اسمها ميديا برو المصريه التابعه لميديا برو الاسبانيه دخلت في الليله طب داخله في الليله ليه احنا بنحق انا على فكره انا لا اتهم احد انا بسأل ومن حق اسال القانون بيديني الحق ان انا اسال هل يا جماعه عشان نطلع عمولات زياده هل عشان نطلع رواتب زياده هل عشان نشغل احد الشركات انا مش فاهم فده يا جماعه نقطه لازم برده نحط عليها سبوت اظن يعني محترم بعد كده بعد كده يا فندم عندنا بقى موضوع اللجنه الاحاديه بدل اللجنه الثلاثيه الناس بتهاجمها وبيقولوا لجنه احاديه عشان الاستاذ من الاخر احمد مجاهد هو اللي ماسك اللجنه وبتاع احب يا جماعه بس اوضح نقطه برضو والكلام ده من جوه الاتحاد وانا مسؤول عنه احمد مجاهد يا فندم الراجل ده قعد 28 سنه في الاتحاد المصري فطبيعي ان هو واخد وضعه فيه وفاهم مخارجه ومداخله ودهاليزه طبيعي 28 سنه يعني ده عمر واحد خلص كليته وخد ماجستير ودكتوراه غالبا المهم معاه اتنين بيساعدوه معاه محمد الشواربي معاه احمد حسام عوض وطبعا الالقاب محفوظه الاثنين دول يا جماعه سبق ليهم العمل العام في الاتحاد الافريقي محمد الشواربي احمد حسام عوض في النادي الاهلي وطبعا ان هم طبعا احمد حسام عوض كده اهلاوي اهلاوي يعني اكون صريح برضه فدي حاجه تغمنا انا كزمالكاوي تمام فلما قالوا اللجنه بقى يقودها واحد وبتاعنا انبسطت يبقى كده اللجنه فيها عوار انا بكلمكم بكل امانه ففوجئت ان الحقيقه لما جات لي والشخص لما كلمني قال لي لا ده انا ياشيدي انا شايفك بتكحف بينا وانت بتقول كلام مش مظبوط على الاتحاد لا يا عم الناس دي محترمه والحكايه والروايه فوجئت يا جماعه ان الاستاذ احمد حسام عوض ماسك مشروع اسمه مشروع الهدف مشروع الفار تعاقدات الاتحاد كان رئيس اللجنه مع المنتخب بتاعه كينيا وكمان الاستاذ محمد الشواربي كان ماسك في اداره لجنه المسابقات مشرف على المنتخب في اثناء مباراه جزر القمر مخاطبات الاتحاد الدولي الفيفا والكاف واي مخاطبات دوليه اخرى هو مسؤول عنها يعني اذا الناس دي يا فندم فعليا معاها شغل بتقوم بيه مفيش حاجه اسمها لجنه احاديه وملجناش والكلام ده وبتاع انا بس بحب اوضح لكم محدش يقول لي تاني انت بتتكلمش في الكرة ليه من غير زعل حضراتكو شايفين المستوى اللي احنا وصلنا له اتجهنا من تحليل الكرة وتحليل الوضع الرياضي في مصر اتجهنا لحاجه ثانيه خالص ان احنا اصبحنا بنتراشق سويا على شويه خناقات بعد كده يا فندم انهي الاخبار النهارده بموضوع الزمالك موضوع الزمالك برضو انا هحاول اشوفه مع حضراتكم من سكه ثانيه خالص دلوقتي اخر كلام لغايه قبل ما ادخل البرنامج كارتيرون هيمسك الزمالك ما احنا عارفين اللي بيحصل بعد سنه انا مش بهزر الزمالك دلوقتي بقى عباره عن حاجه ضبابيه مش عارفين ايه اللي بيحصل فيها دلوقتي يا فندم كارترون انت جايبه يا فندم يمسك الزمالك ليه انا هسال اللجنه اللي بتديروا الكره في نادي الزمالك ما بسالش على فكره اللجنه الثلاثيه اللي ماسكه اداره الزمالك لان بصراحه اللجنه دي انا شايف من وجهه نظري المتواضعه يعني جددوا فعليا لجنش لاوباما لاحمد ابو الفتوح لشيكابالا دفعوا قصاد بن شرقي بيتفاوضوا مع ساسي الناس دي شايف ان هم شغالين لكن يا فندم المسؤولين بقى عن اداره الكره في الزمالك لو سمحتم انتوا بتعملوا ايه جايبين كارتيرون بانهي اماره كارتيرون يا فندم انا بتكلمش بالعقل والهوى انا بتكلم بالعقل بتكلم بالاحتراف بتكلم بالعلم الراجل يا فندم ده سابكو سابكو قبل بطوله افريقيا قبل النهائي بكام يوم ورماها لك وخد الشرط الجزائي وسوري في الكلمه طز فيك وانا اسف في اللفظ حضرتك انت عايز تجيبه ويسيبك في بطوله تانية ولا انت عايز ايه الراجل ده انتوا جايبينه بانهي اماره لو خد معاكو كاس معاك حاضر يا فندم ثواني بس بعد اذنك بس لو معاكو يا فندم اللي هو العالم كله لو معاك لو جاب لكم بطوله العالم انا اسف في الكلمه لا لا ده ما يجيش عشان ما فيش منه ضمانه الشلاليه يا فندم بتاعت المعلمين الكبار اللي في الزمالك اللي بدأوا يستقطبوا شويه لعيبه شو انا صريح جدا بدأت اللعيبه تروي دراع النادي ما كانش بيحصل قبل كده ايه اللي حصل يا جماعه في ايه قبل ما انسى لما ترجع لي كارترون بعد ما رمى النادي خلاص خلي اي لاعب واي مدرب يرمي النادي وخد درس انه يرجع تاني وهنا يا فندم بصراحه انا احيي اداره النادي الاهلي محدش ينفع يهزر مع الاهلي محدش مدرب لعيب اي حد يهزر مع الاهلي غير مسموح غير مقبول الاهلي خط احمر انا بحيي اداره النادي الاهلي والاستاذ خالد مرتجي قابلته في طنطا في احد المؤتمرات الشعبيه من سنتين ثلاثه هو ليس بصديق شخصي لا ادعي ذلك عرفته بنفسي ضحكنا مع بعض قلت له هطلب منك طلب واحد عايزين منكم اعاره قال لي عايزين مين قلت له عايز مجلس اداره الاهلي بصراحه يجيب الروح بتاعته وندير بيها الزمالك انا اسف مش عايز الزملكاويه يزعلوا بس دي حقيقه الامر الاهلي كمجلس اداره قول اللي تقوله عامل اللي عليه وبيجيب حق فرقته واكتر من حق فرقته تحسب الأهلي معايا استاذ تامر الاستاذ تامر الاوزي معلش تأخرت عليك يا حبيبي بس كنت عشان بنهي شرح هذا الجزء استاذنك بس في حضرتك بس صوت من التلفزيون ورد على التليفون استاذ تامر الاوزي استاذنك اقفل التلفزيون بس يا حبيبي حضرتك استاذ تامر الاوزي حبيبي ازيك يا باشا ازيك يا حبيب قلبي كبير مشجع الزمالك في السيده زينب اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ازيك يا حبيب قول لي يا جميل ايه رايك بقى انت قلت لي عايز اعمل معاك مداخله وقلت لك انا الاثنين ايه رايك في اللي بيحصل في نادي الزمالك بس في عجاله معلش انا بحسن الوقت بيدهمنا اللي بيحصل في نادي الزمالك اه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده ولا يرضي اسلام ولا يهوديه ولا ولا ارثوذكس ولا كاثوليك ولا مسيحية ولا اي حاجه خالص ده موضوع استهداف معين ده ناس عايزين يوقعوا حضرتك ويتم وسط ويتم وسطك فيجي متدخل تدخل حكومي انت عملت غلط وتتربص انا عايز اسال حضرتك سؤال معنى نادي الزمالك اللي فيه مخالفات انت طلعت النهارده وقلت ان في لجنه محترمه طالعه من قيمه وقامه ناس مستشارين كويسين هيقولوا جميع المخالفات الموجودة في الانديه خلاص كل الناس دي بتطلع على السجاده واحنا اللي كفره لا يا فندم القصه مش كده برضه بص بص انا عايزك بس تهدى شويتين بس وانت من الاخر مشكلتك زي مشكله كل الزملكاويه ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك صح ولا انا غلطان؟ اه طبعا مفيش شفافية في إظهار النتائج، صح كده؟ أه تمام ليه؟ أن بص أنا بتكلم بلسانك لأن أنا كزمالكاوي للأسف أو أشوف بص وليه وللأسف لأن إحنا على طول ما بنكسبش، شو صريح إزاي؟ ما بنتعرضش لحتة إيه؟ ما بنتعرضش لحتة يا جماعة طب ما الأندية التانية ممكن يكون عندها مشاكل ما بتظهرش على الشاشة ليه زي الزمالك، صح والله أنا غلطان؟ أقول لحضرتك ليه؟ عشان خاطر في مادة إعلامية جميلة بحتة بتقدر تسند الفريق لو الزمالك لو لو الزمالك واتعادل يقول لك ده اداء سيء وضاع منه نقطتين بنت ولو اتغلب يقول لك هنا بونت لازم تغير أولاد النادي هم اللي بيعملوا كل الكلام ده الفرقه الثانيه الفرقه الثانيه تيجي بس حضرتك التعادل لان تقول ايه القادم افضل المفروض تطلع باك يمين وتنزل شمال معلش احنا عندنا اصابات معلش اصل مدير الكوره كان فيه منفعل شويه اصل المره الجايه الناس اللي كانت واقفه على الخط المفروض تتعود تتعاون اكثر مع اللعيبه اللعيب ان شاء الله بامر ربنا يروح الفرقه الحمراء والدقيقه 90 فين الناس الكلام ده فندم انت النهارده معدود قبل ما تبدا معلش انا مهدود من قبل ما تبدا بص يا استاذ تامر هي حلها الوحيد فعلا بالامانه النادي فعلا فعلا لازم قلب الاعضاء بتوعه والناس التقال الكبار بتوعه يبقى قلبهم على النادي قلبهم, لا لا قلبهم على الفريق ما يبقاش كل واحد همه ياخد تورته من الانتخابات القادمه او يسيطر, أو يسيطر. على جزء أنا من الفريق. مع احترامي لحضرتك لا 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 مالناش دعوه احنا مالناش دعوه بمجلس الاداره ولا لنا بالحكومه ولا لنا دعوه طب انت شايف ايه؟ طب انت شايف ايه؟ انا عضو يا ايه؟ فندم لا لا فجماهير نادي الزمالك يا فندم جماهير نادي الزمالك لازم يكون ليها كلمه بس بعدم بعدم النزول وعدم التخريب وعدم طبعا يا فندم لا لا يا فندم اي حد تدعو للنزول وتخريب ده ارهابي انا اسف في الكلمه الطاوله واحدة. انا بقول ما نشجعش الزمالك افضل لا نشجع كوره ما دام البلد هتقع بالظبط يا فندم لا 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 بلد يا إيه فندم الموضوع اكبر على فكره يا فندم, 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 فندم بلدنا بلد اكبر من الزمالك أه واكبر من الاهلي واكبر من ده كله لا 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 طبعا طبعا البلد اكبر من اي حد يا فندم اكبر مننا احنا نفسنا تمام انا بتكلم في يا فندم المفروض يكون في الناس المسؤولين في البلد يشوفوا بعين الرحمه ازاي جمهور الزمالك ازاي جمهور الزمالك بيتقطع بيتقطع جوه وبره جوه الملعب بيختاروا لنا حكام بعينهم عشان خاطر يوقعك وبره الملعب الناس اللي موجودين كلهم في الاستوديو يا فندم الزمالك 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 ما حاجه اسمها ولاد النادي ما حاجه اسمها مفيش حاجه النهارده اسمه رجل رجل فاهم اعمال رجل فاهم فاهم لأني. وجهه نظرك يا استاذ تامر وعندك هيكون في مداخله تانية ما بيننا معلش انا اسف جدا لان احنا فعلا الوقت سرقنا عشان الهوا ماشي يا ريس وهيكون ما بيننا مكالمه تانية قريب ان شاء الله ماشي سعاده الباشا شرفت بيك يا حبيب شكرا جزيلا القاكم يا جماعه بعد الفاصل ومعايا الضيف الكابتن حسين علي اللي لاعب في نادي الاهلي وانديه كتيره جدا مصريه في حوار دسم عن الكره المصريه اشوفكم بعدين